رفض بنك محلي توظيف مواطنة سعودية بسبب اشتراطها ارتداء النقاب، حيث تواصل البنك مع المواطنة لترشيحها على وظيفة مساعدة مدير قسم بالإدارة العامة بالرياض، ولكن سرعان ما تم الرد بالرفض بسبب إصرارها على النقاب. طبعا قال المواطن تركي النزي زوج المواطنة، قال لصحيفة التواصل: تم التقديم لزوجتي على الوظيفة عبر إرسال السيرة الذاتية على إيميل إدارة التوظيف موضحا فيها المؤهلات والخبرات. وتابع أيضا: أشاد البنك بالشهادات العلمية وكذلك الخبرات العملية ومهاراتها في اللغة الإنجليزية، وفوجئنا بالرفض رغم توفر جميع الأسباب للقبول، لكن الرفض جاء صادما بسبب إصرارها على ارتداء الحجاب. طبعا خالد، هذا الخبر حصد على تفاعل المغردين مع القضية، أطلقوا من خلال هذا الخبر هاشتاج بنك يوظف يرفض توظيف منقبة. خلينا نقرأ بعض التغريدات اللي جاءت في هذا الخبر. نبدأ مع يحيى الرباطي. يحيى يقول: تغريب داخل الوطن بمال أبنائه، المفروض التشهير بالبنك وإعلامه أن خيرهم من هذا البلد الموحد والأصل المتمسك بثوابت البلد وعقيدته. صحيح، خالد بن محمد ذكر إذا كان هذا الخبر صحيح فيعتبرها جريمة بحق بناته. بنك يمنع توظيف سعودية لأجل حجابها، يجب على الجهات المسؤولة التحقق من ذلك. صحيح. عبد الله بن محمد قال في تغريدة أخرى، قال: كنا ساخطين على فرنسا، طلع بلاوي زرقاء عندنا، إن كان صدق نبي اسم البنك عشان نفلس ودينه. ليل البلوي يقول في ذات الهاشتاج: هذه قمة العنصرية والخسة حسب وصفه، نبي نشوف مطالبة المستثقفين بحقها وأيضا الهجوم على البنك. لو كان الخبر بنك يرفض توظيف منقب متبرج عفوا لثاره. صحيح خالد. طبعا خالد، للحديث أكثر عن هذه القضية معنا على الهاتف الآن الأستاذ تركي العنزي، وهو زوج المواطنة التي رفضت البنك توظيفها بسبب نقابها. حياك الله أستاذ تركي. هلا، حياك الله أخوي. في البداية وبشكل سريع للمشاهدين اللي ما تابعوا القضية، ودنا تعطينا قصة القضية بشكل مختصر. أول شيء السلام عليكم، مساكم الله بالخير. ثاني شيء بالنسبة للقضية، ترى لها فترة تقريبا من 3 سنوات
للتأكيد بس، الرفض جاءكم عن طريق إيميل ولا بطريقة شفوية للتأكيد؟ صحيح. بعد ما انهى المكالمة انا قلت خلوا يوم
وأنت زوج طبعاً المرأة المتضررة بشكل مختصر. وزارة العمل اليوم تواصلوا معي، تجاوبوا مع الشكوى اللي أرسلتها، وأعطيتهم التفاصيل برضو اليوم في الاتصال، وقالوا خير أنهم بيسوون إجراءات الأمر الخاص. نحن نتمنى أن تكون إجراءاتهم صارمة، وليس فقط إجراءات عادية. نشكرك أستاذ تركي على مداخلتك معنا. أستاذ تركي العنزي، وأنت زوج المواطنة المرفوضة بسبب نقابها، دخل معنا حول قضية رفض مواطنة بسبب نقاب.